بنت بقول عندها 20 سنه ما تتقبش على الموت. جت الدنيا عشان تموت الموته دي، عشان تموتوها، عشان تقتلوها. دب 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 كانت بتنزل على دماغها، مفيش دماء. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الجيزة. دايما يا جماعة مهم جدا، والنبي كل أب يسمعني ويشوفني دلوقتي وكل أم شايفاني دلوقتي، نتعلم. حرام حرام الجرائم دي، والضحايا أولادنا، وأولادنا في إيه؟ في عز سن الظهور. يعني بنتنا النهاردة عندها 20 سنة. 20 سنة يعني ايه؟ يعني وردة جميلة طالعة للدنيا. ليه نقطفها؟ ليه نموتها؟ ليه نقتلها؟ ليه نتسبب في كده؟ احنا بنجيب ولادنا عشان نفرح بيهم ونفرحهم، ولا عشان نعذبهم ونقضى عليهم وندوس عليهم بجزمتنا؟ ليه؟ بنتنا دي انتوا جبتوها الدنيا مش بإرادتها، ده بإرادة الله أولا، ثم أنتوا السبب إنها جات الدنيا. يعني هي مش جاية بمزاجها، ما جاتش باختيارها، ما حد سألها تيجي الدنيا ولا ما تجيش الدنيا، أنتوا اللي جبتوها بإرادة ربنا. فبالتالي لما تيجي وراعوا ربنا فيها. بنت طالعة للدنيا عندها 20 سنة، ليه وعشان إيه؟ وكنتوا جايبينها ليه؟ عشان تموتوها، عشان تقتلوها، عشان توصلوها لكده؟ طب انت يا اب هتقدر تعيش كده؟ طب انت يا ام هتقدر تعيشوا كده؟ طب انتوا مبسوطين بكده؟ يا ريتكم تتعلموا. يا كل اللي شايفني، يا كل اب وام، راعوا ربنا في اولادكم، ده كنز ربنا عطاه لنا، نحافظ عليه ولا ندوس عليه ونكسره ونبهدله ونحطمه؟ ايه اللي حصل لبنتنا؟ البنت حبت شاب. طيب هنقول لعيب، بس الشاب دخل البيت من باب، حب زميلها وزميلها جه دخل البيت من باب. دايما بنقول ايه؟ اذا جه لبنتك وزير رئيس وزراء وشاب زي الفل وعربية وشقة ويخت وطيارة، لكن البنت مش عايزاه، اوعى توافق انها تتجوزه. مادام البنت مش عايزاه خلاص ارفض. وقلنا لو جالها واحد صايع وهي عايزاه اقول لها لا يا بنتي، رفضت رئيس الوزراء ما ينفعش اديك الواحد صايع. يبقى انت كده زي ما وافقتها هنا مش هتقدر تعارضك هنا. طيب اذا كانت هي رفضت رئيس الوزراء وجالها شاب بتحبه وبيحبها، عنده وظيفته وعنده دخله وقادر يفتح بيت، نرفضه ليه؟ البنت عايزاه وبتحبه وهو بيحبه والحب بيصنع المعجزات، بترفض ليه؟ أنا أفهم ترفض لما يكون صايع، يعني جيل بنتك واحد بتشتغل إيه يا ابني؟ بدور على شغل. طب هتقعد فين يا حبيبي؟ لا لسه مع ربنا ما أردش. طب هتجيب شبكة منين؟ لا أنا معيش فلوس شبكة دلوقتي. أما أنت جاي إيه؟ جاي نقرا فاتحة يا عم وإن شاء الله ربنا يساعد في المستقبل. ده صايع. أنت تدخل بيوت الناس، لا عندك وظيفة ولا عندك شقة ولا هتقدر تجيب ذهب ولا أي حاجة، وتقول لهم نقرا الفاتحة وربنا يسهل؟ ربنا يسهل ولا وظيفة، ربنا يسهل ولا شقة، ربنا يسهل ايه يا حبيبي؟ طب لما ربنا يسهل يبقى تعالى. ابوه اول بنت يقول له كده، ماشي يا ابني ربنا يقوي ايمانك. اول ما ربنا يسهل بوظيفه، واول ما ربنا يسهل بشقه، واول ما ربنا يسهل بفلوس معاك تقدر تشبك بنتي، يبقى ربنا يسهل ونوافق. لكن جاي على حس ان شاء الله في المستقبل، لا يا ابني بناتنا مش هيقعدوا بالعشر 20 سنه عقبال ما سيادتك تشوف نفسك. ده الصايع. لكن لما يجي واحد يقول يا عمي انا عندي شقه وطن وصاله ومرتبي 3000 جنيه في الشهر
وان شاء الله اقدر اجيب لها شركه في حدود كذا، وانا عايز بنتك، وانت عارف ان بنتك امك ام مراتك اللي هي امها قايله لك البنت عايزاه، طب ترفض ليه؟ عايز ايه انت؟ البنت يا بابا انا عايزاها، بس يا بنت هديك الموظف. لا اله الا الله، ما البلد كلها بلد موظفين، شحاتين صحيح لكن موظفين، مش لاقين ياكلوا صحيح لكن ليهم دخل ثابت، عايشين على حد الكفاف وبيتسلفوا اخر الشهر ماشي، بس الفتك الميري اتمرمخ في تراب. الاب رفض، طب يا ريته رفض وسكت، ده راح جاب لها واحد هي مش عايزاه، مش حباه، مش رايداه، مش رغباه، ضربها قالت مش هتجوز، مش هتجوز البني ادم ده، هتجوز حبيبي، لا هتتجوزين، مش هتجوز، دب 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 دب، ضرب البنت كان هيكسرها. البنت وافقت. جه الشاب التاني مش عايزاه، كان هي مش عايزه تشوفه. لما البنت لقت الموضوع دخل في الجد وانها اتخطبت لواحد هي كرهها مش عايزاه وحبيبها ما يتعيبش، حبيبها ما يتعيبش، موظف وعنده دخل وعنده شقه، بترفضه ليه ما دام البنت عايزاه؟ لو صايع اقول لك صح لكن دوت كويس. للاسف البنت لما لقت نفسها حبيبها بيقول لها طب انا هعمل ايه يا حبيبتي؟ جيت اتقدمت لك بدل المره واتنين، بدل المره مره واتنين وثلاثه وابوك يطردني. انا مقصر في ايه؟ انا مقصر لو انا لو انت قلت لي تعالى وانا قلت لك لا. انا ثلاث مرات اروح على ايدك انت وابوك يرفض، اعمل ايه طيب؟ طب هتسيبني؟ طب اجي لك ونتجوز؟ لا يا بنتي مش انا اللي اخد واحده اتجوزها من ورا اهلها، وانت ما تعمليش كده عشان خاطر ابوك. تكلم امها تقول لها ماليش دعوه قولي لابوك، ابوها هينزل في قدر. بتعمل ايه البنت؟ لما خلاص بقى هتتجوز ومش عايزاه. البنت ساكنه في الدور السادس. الدور السادس سته. تيجي البنت قدام ابوها وامها تقول له يا باي هموت نفسي. مش هتجوز. هتتجوزي غصب عنك. لا يا باي كده معناه الموت. طب موت مموت يبقى اموت وما اتجوزش البني ادم ده. وتيجي رامية نفسها من الدور السادس قدام ابوها وامها. طبعا الدور السادس يا جماعه ده اللي بيرمي نفسه من الدور الثاني ولا الثالث بيموت. فما بالك بست ادوار يعني حوالي 20 متر. عقبال ابوها ما نزل وامها نزلوا كانت البنت نازله على دماغها مفيش دماغ. طيب الاب فرحان فرحت ببنتك يا ام مبسوطه دلوقتي؟ بنتك اللي عندها 20 سنه ماتت ابشع موت، حرمتوها من الحياه اللي كان المفروض تعيشها، وحرمتوها من حبيبها اللي كانت بتحبه، وحرمتوها ان هي تحيا زي اي بني ادم خلقها رب. ليه يا جماعه؟ ولادنا جايين عشان نموتهم الموته دي. طب يا اب هي اللي هتتجوز وهي اللي هتعيش وهي اللي هتعاشر وهي اللي هتخلف، والواد ما دام بيحبها وهي حباه وعنده مصدر دخل ويقدر يفتح بيت ايه اللي استفادته؟ مبسوط انت تعيش دلوقتي؟ الاب في النيابه والشرطه قال اصل انا غصبتها على واحد مش عايزاه. طب ليه؟ وللاسف ما فيش عقوبه على كده. يعني الاب ادلى باقواله ومشي. البنت رمت نفسها خلاص ماتت. لو في قانون بيقول اللي يجبر بنته على الجواز من واحد مش عايزاه يتحبس ما كانش حصل كده. ده الزواج ايجاب وقبول. ايجاب وقبول، ايجاب العروسه مش ايجاب ابو العروس، العروسه هي اللي توافق مش ابوها. ايجاب وقبول الناس فهمها غلط. ايجاب وقبول يعني الواد والبنت هو عايز وهي عايزه وهي موافقه. ما بيقولش العريس وابو العروسه. طب ليه؟ حرام ولا حلال؟ هي جت الدنيا عشان تموت الموتة دي ولا عشان تعيش وتفرح وتفرح بولادها؟ لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.